انا بصراحه مش فاهمه ايه اللي مزعل حضرتك قوي كده دلوقتي. انا مش زعلان ولا حاجه، انا بلفت نظر حضرتك ان شغلك شؤون قانونيه، يعني مالكيش علاقه بشغلي خالص. انا اداره وانت اداره تاني خالص. عندك حق، انا عارفه كويس قوي ان انت اداره وانا اداره تانيه خالص، بس كل اللي عملته ان انا بفكر في مصلحه المصنع مش اكتر. عرفيني ايه اللي انا بعمله مش في مصلحه المصنع. اول حاجه حضرتك لازم تبقى فاهم ان انا مش ضدك، كل اللي انا بعمله في مصلحه المصنع وبس. ثانيا لو انت خايف ان انا اخد مكانك فده مش هيحصل. كل الحكايه ان انا عايزاك تفكر في فكره جديده، فكره مبتكره. فاهم قصدي ايه؟ ايه يعني؟ حضرتك دلوقتي ممكن يكون المنتج بتاعك معروف كويس قوي وبيبيع كويس قوي، بس لو فكرت في فكره جديده قريبه من الناس وتقرب المنتج من الناس ده هيبقى كويس قوي للشركه. يعني لو فكرت في فكره تخلي الناس لما تخش السوبر ماركت تفكر في المنتج بتاعك وتبقى بتطلبه طول الوقت، دي حاجه كويسه، وبدل ما انت بتنافس حد في السوق يبقى بتنافس نفسك. فهمت؟ وانت شايفه ده يتنفذ ازاي؟ فكره جديده، هات حد يفكر في فكره جديده، فكره تقرب الناس للمنتج مش اكتر. السي دي لحضرتك طلبتيه. شكرا. السي دي ده عليه ولا حاجه، انا طلبت سي دي للتصميم الجديد للعلبه، ايه المشكله يعني؟ مش شغلك ده، انت شغلك الشؤون القانونيه، مالكيش دعوه بالعلاقات العامه والتسويق، ولعلمك الدعايه والاعلام بتاعتي انا مش هسمح لاي حد يتدخل فيها. ماله ده؟ سيبك منه. سيبني منه ايه؟ ايه اللي حصل؟ عزت انا تعبت، انا ما بحبش اشتغل في مكان كل اداره فيه بتفكر مع نفسها، المفروض ان هما كيان واحد والمصلحه واحده. تعبتي وانت لحقتي؟ انا فهمت. شهد، مش هينفع تعملي صدام ما بينك وما بين اي اداره تانية، خصوصا انك لسه جديد عليهم. وحتى لو انت صح، هما مش هيفكروا غير في حاجتين، اما انك جايه تاخدي شغلهم او انك جايه تظهري على حسابهم. لكن لو اتعاملوا معاكي وعرفوا طريقتك وطريقه تفكيرك واتاكدوا انك بتعملي للمصلحه، اكيد مش هيرفضوا لك ولا طلب. منطق برضو. قول لي تشرب ايه؟ اي حاجه. انا قلت انت مش هتسيبي مروان لحظه وهتفضلي قاعده جار. كويس ان انا لقيتك. اخباره ايه النهارده؟ الحمد لله كويس، بس انا زهقت قلت انزل اتمشى شويه. ما انت عارف في البلد هنا ما فيش اي مكان الواحد يروح يغير فيه جو، قلت انزل اتمشى في ارضنا. ارضنا؟ ايوه صح. قول لي يا حسن، هو انت بتفهم في الزراعه؟ يعني كنت بتيجي للارض وانت صغير؟ امال ايه، انا كنت احسن واحد يربع عجول في البلد كلها. بسم الله ما شاء الله عليك يا حسن. من واحنا صغيرين كان ابويا يجيب لنا الخرفان والمواشي انا ومروان، ويقول لنا اللي اخر السنه هترمي لحم اكتر هشتريها منه، وانا كنت احسن واحد في الحكايه دي. يعني انت بتفهم في الزراعه ولا بتفهم في المواشي؟ اللي يحب الزرع والارض كان مروان، كان كل يوم يقوم يجري من الفجر على الارض، كان يحب يحضر يوم الري، مش كده وبس، لا وكمان يوم جمع المحصول. وانت كنت بتروح معاه؟ لا انا كنت احب اسرح. كان والد عم اسحاق وهو صغير يحط البضاعه على الكرو ويطلع بيها على الاسواق، وانا كنت احب اروح معاه، كنت احب الف الاسواق واشوف الناس. انت كنت شقي حسن. لما انت يعني ليه بتسالي الاسئله دي كلها؟ انت عاوز تعرف بصراحه؟ وفي احلى منها. انا عاوزاك تفتكر كل ذكرياتك، انت لو شفت عينيك ووشك وانت بتحكي عنها كنت هتفهم انا بسالك ليه. طب ما انا بسالك اهو ليه؟ عشان تفتكر ان انت ومروان كنتوا ذكريات واحدة وعمر واحد. الدم يا حسن عمره ما هيبقى مية. انا عاوزاك تيجي تطل على نوح، انت عمه وحبيب ابوه، عشان لما يكبر يفتكر انه عمه كان بيلعب معاه وبيشيله. ماشي يا حسن؟ استناك يعني. سلام. عارف يا عزت، انا اول يوم دخلت المصنع ده فكرت في ايه؟ فكرت في ايه؟ كنت بصراحه بقول ازاي عندنا كل الاراضي دي والمساحات دي وكمان المحصول الكتير ده وما نعملش مصانع للتعبئه، عصير، حاجات كتير بصراحه.
واضح ان اللي اسمه ياسر ده عنده حق. لو سمعك دلوقتي بتقولي الكلام ده هيقول الاستاذه شهد جايه تاخد الدنيا كلها وتلمها في جيبها. هو انا لما افكر في المصلحه العامه لكل الناس ابقى بفكر في الدنيا لوحدي؟ يا ستي خلاص ما تزعليش نفسك، انا مش قصدي. الحقيقه يا استاذه شهد، في ايه مالك؟ استاذ ياسر خصم لي شهر. ليه؟ عملت ايه؟ عشان جبت لحضرتك السي دي من غير ما اقول له. طب اتفضل روح على مكتبك دلوقتي. تمام. هتعملي ايه؟ انا لازم اقوم اروح له. ممكن اعرف لما تروحي له هتقولي له ايه؟ الاستاذ بيجازي الموظف بتاعه عشان سبب شخصي، عشان جاب لي السي دي. هو عايزهم ما يحترمونيش تاني. اللي بيعمله النهارده ده بيقول لكل الناس انها تخاف منه وتعمل له حساب، لكن انا مش همشي ولا كلمه عليهم تاني. خلاص يبقى تروحي له وتتكلمي معاه بالعقل. ما بقاش ينفع بالعقل. انا هنا بمثل القانون. انا هنا عشان اجيب حق الموظفين، ابقى معاهم وعليهم، ابقى معاهم لما يبقوا مظلومين، وابقى عليهم لو غلطوا اجازيهم. لكن الاستاذ ياسر بيعمله ده غلط. انا لو ما قمتش دلوقتي جبت حق الموظف ده محدش هيحترمني تاني. ادعي لعبد الله ربنا يرحمه، ادعي لعبد الجواد ربنا يرحمه، الله يرحمه، ادعي لعبد الله الصغير ربنا يرحمه ويبردنا رمه عليه. الظلم ظلام وآمن ظلم العباد، ياللي في البرج وعالي، ياللي فاكر نفسك في السماء طاير وعالي وشايف الناس من فوق وهي بتولول وتلالي، وانت قلبك حجر ونار عالغلبان اللي ايده مش طايله، قادر رب العباد زي ما علاك لفوق، قادر يخليك زي تراب الارض، قادر زي ما خلاك في سابع سما، قادر يجيبك سابع ارض والدود يمص دمك يا ظالم يا ظالم يا ظالم. مين؟ انا خلاص مش هفتح بقي تاني، مش هفتح بقي تاني. انا فوزية يا زينات. فوزية عبد الجواد؟ ايوه. تعالي. عايزة مني ايه؟ تعالي انا عاوزاك. عايزة مني ايه؟ كفاية اللي حصل لي. اوقفي. تعالي. كفاية اللي حصل لي. كفاية، حرام عليكم. كفاية. تعالي معايا. تعالي. كفاية. تعالي تعالي. تعالي يا زينات. انت كلتي يا زينات؟ انا اشم ريحة زفر يا فوزية. بهية خلصي تعالي حصليني. تعالي تعالي. ها عملتي ايه؟ بصراحة ياسر ده شخص روتيني قوي وصعب. كنت ناوي اهب فيه بس سكت عشان خاطرك. فاهميني عملتي ايه؟ ولا حاجه. قلت له يمكن انا عديت حدودي وغلطانه وما كنتش فاهمه شغلي قوي، واتاسفت له كمان. مرتاح كده؟ يعني كلام العقل جاب نتيجه؟ لا، عشان ما كنتش غلطانه، هو اللي غلطان من الاول، بس انا قلت الطيب احسن. شاهد انا عايز انبهك لحاجه مهمه. عزت ما تقولش ان انا كنت غلطانه. لا، انا عايز انبهك ان الصدام والمواجهه مش دايما بينفعوا مع كل الناس، ومش شرط انها تبقى الطريقه اللي ممكن تعرفي تاخدي بيها حقك او تمشي بيها شغلك. لما تشتغلي في ادارات متنوعه ومديرين كتير لازم يبقى عندك شيء من الحكمه. ما تقول ذكاء وخلاص، ما يمكن انا غبيه. على فكره بقى انا مش جبانه، انا رجعت في كلامي بس عشان الموظف الغلبان، ولولا الموظف ده انا ما كنتش سبت ياسر وكنت عملت معاه الصح. يا ستي خلاص قلبك ابيض، احنا مش هنقعد نتكلم في الموضوع ده طول اليوم. بقول لك ايه، انا كنت ناوي اعزمك على الغدا، انا هموت من الجوع. طب خلاص يلا بينا. يلا ايه بس، انت اخرك هنا الساعه كام؟ الساعه كام ايه؟ انا اجي وقت ما احب وامشي وقت ما احب. على فكره وقت ما تحبي شكلك هنا مش هتعمري كتير على فكره. طب يلا عشان جوعت. يلا بينا.